أهلا بكم في الإعلام الاجتماعي، والبداية نبدأها من الفيسبوك ومن حساب تميمة الطهر، حيث كتبت: بالأمس حاولت قدر المستطاع الابتعاد عن شاشة التلفاز وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، ليس خوفا على تكدر مشاعري جراء بشاعة الحدث في سوريا، بل خشيت أن تنكشف عورة أمتي أمامي، خشية أن أفجع بفقد كرامتنا، خشية أن يفتك بي عجزنا وذلتنا. صبر جميل وبالله المستعان. ومن الفيسبوك إلى تويتر ومن حساب الدكتورة نورة العمر، حيث كتبت: إذا أنعم الله عليك ببسط اليد فاحمد الله، فإنها نعمة منه وفضل عليك. ومن حساب مركز باحثات انتقينا لكم هذه التغريدة: تجددت مظاهر الجاهلية في التعامل مع المرأة في واقعنا المعاصر، وأشد ما نراه ظاهرا المساومة بشرفها مقابل إعانتها والإحسان إليها. وإلى حساب الأستاذة مدى العقل وتغريدتها: في المشاريع الأدوات حق مشاع للجميع، ولكن تظل الأفكار الجديدة جوهر كل مشروع، وفي استنساخها وأدها وهدر للجهود والطاقات. والآن نقف معكم وقفة قصيرة مع الإنستغرام. أيها الإخوة والأخوات، انتهت جولتنا في الإعلام الاجتماعي، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. وقبل الختام، هناك جوائز أسبوعية معنا في حسابات البرنامج على شبكة التواصل الاجتماعي، تابعونا وشاركونا في المسابقة، كما يسعدنا تلقي الملاحظات والمقترحات عبر وسائل التواصل البرنامج، ويمكنكم كذلك مشاهدة هذه الحلقة على قناتنا في اليوتيوب. ألتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.